السريعه، الكلبه، المعفونه، الشيطه، المدلوله، البويله، العاهره، بنت العاهره. جبتي الربحه بالفيديو اللي درتي البارح. اول حاجه التنمر اللي تنمرتي على ولاد الخيريه، والدوله ديالنا كدير مجهودات كبار باش تحمي هاد الناس. ثاني حاجه الرايه المغربيه اللي رميتيها بديك الطريقه، اللي الرايه المغربيه ديالنا خاصها تكون الفوق ومرفوعه ديما، الرايه المغربيه ديالنا ونفتخروا بها، وانت رميتيها بديك الطريقه. السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى تعطينا اللايكات والتعاليق والبارتاج فضلا وليس امرا، وديروا الكيت. تقدر تخرج شي كلمه مشيت لهي، لانني جيت نجاوب هذيك الشيطه العاهره بنت العاهره، خاصني نجاوبها بالاسلوب ديالها. البارح خرجت الشيطه الكلبه المعفونه الساقطه المتلقطه المشرشمه اللوطيه اللي كتمارس من الخلف مع الديوتي، كتهضر وكتنمر على ولاد الخيريه، اللي الدوله ديالنا كدير مجهود كبير باش تحمي هاد الناس. والحمد لله ولاد الخيريه خداو مناصب كبار في الدوله، منهم وزاره، منهم قوده، منهم محامون، منهم وكلاء، منهم مناصب كبار. ولاد الخيريه، اشنو الفرق ما بين ولد الخيريه وولد عادي؟ اشنو الذنب هذاك ولد الخيريه الى قراصو عايش في الخيريه، او القراصو متبني في الخيريه؟ اشنو ذنبه هو اللي تخرجي انت يا الكلبه يا الشيطه يا الجاهله يا المعفونه وتنمري عليهم بديك الطريقه وتستهزئي بهم؟ هذاك ولد الخيريه. كيجيوك ولاد الخيريه بالسلامه، ولاد الخيريه قارين، ولاد الخيريه شرفوا البلاد وكنفتخروا بولاد الخيريه اللي اشرف من وحده الشيطه بحالك. ولد اللهم ولد الخيريه ولا وحده خانزه جاهله ديال الخلا ما عندهاش الحباب اللي كيسولوا فيها، ولاد اويده متبريين منها. وانت راه ولاد الخيريه اشرف منك الكلبه المعفونه، واشرف من طاسيلتك اللي ولداتك، شتي ديك اللي حملت بك 9 اشهر اشرف منها، لان ما رباتكش الخانزه. كتلقى ولاد الخيريه الاداب وكيهضروا باللغات والصواب، ماشي بحالك انت الكلبه يا الشيطه يا المعفونه باش تخرجي وتنمري عليهم بديك الطريقه. ما غاديش نسكتوا لك، وكنطالبوا الجمعيات والسلطات يدخلوا في الخط، لان هاد السيده كتمس المؤسسات ديال البلاد ديالنا وكتمس بالامن ديالنا. فين ما كتطلع بشي فيديو كتمرر شي رسائل ديال الفتنه وشي رسائل ديال مخاطر، كل فيديو كتمرر فيه الرسائل ديال الكلبه، وكتقولها كتعترف كتقول لكم انا اذكى من ذلك، وكل فيديو كنمرر فيه رسائل اعترفت بها باللسان ديالها. خاصنا نعرفوا شكون اللي كيدعم هاد السيده، شكون المنظمات اللي مورا هاد السيده، والمفرقع حتى هو خاصهم يحققوا معاه، لان هاد السيده ولات كتشكل خطر كبير. ديك المره كتقول لكم كيحاربوني لانني انا ريفيه، دابا كتنمر على ولاد الخيريه اللي ما اشرب من جد بوك الكلب. ثاني حاجه ليا خطيره بزاف واللي ما عجبتنيش واستفزت بزاف ديال المغاربه، هي الرايه المغربيه اللي رميتيها بديك الطريقه. الرايه المغربيه ديالنا كنفتخروا بها، وكاين بزاف ديال الناس شرفوا الرايه المغربيه وهزوا جميع بقاع العالم مرفوعه الرايه المغربيه، وديما حاضره الرايه المغربيه وكتحماقوا على بلادنا، وتنوضي انت المسخه ترمي الرايه المغربيه بديك الطريقه. اذا شي واحد انت موراك كتمرر رسائل انتاجيه باش تخدمي اجندات في هذا اليوتيوب، وكان عائلتك اصلا عائلتك انفصاليين وكاينه شطو في الفيسبوك، عائلتك خطر كاينه شطو في الفيسبوك، انا من انفصاليين وانت سيفطينك تخدمي في اليوتيوب مع هاد المفرقع. بغينا نعرفوا شكون اللي كيدعم هاد السيده، هاد المعفونه، هاد الكلبه، هاد المتشرده، هاد اللاقطه اللي جايه لاصقه في واحد ديوتي اللي كينشروا لنا جميع القيم السيئه، جميع القيم السيئه كينشروا لنا هاد الناس. ما كاينش شي حاجه ما منشروهاش لينا، الفساد ولا عادي عندهم، عقوق الوالدين مساله عاديه كينشروا فيها بالصباح وبالعشيه، المسخره ديما الجهاز التناسلي، انا عندي غوز انت عندك حل، الطريقه ديال اللباس ديال البنات كيفاش كيلبسوهم ملي كيبغيو يصوروهم. وهذيك البنت الصغيره، شتي ديك البنت الصغيره في خطر عندهم دابا، لان البنت الصغيره شفتوا كيفاش كانت مع الام ديالها. هنا باغي نعاود باش تعرفوا التاثير ديال هاد السريعه كي داير، كيفاش كتاثر على الانسان. اش كنقول لكم، راه خطيره في التحراميات، واحد بنت الحرام من فعيله. البنت كيفاش كانت مع الام ديالها، كانت البنت صحه سلام ما كتهضرش حتى في الفيديوهات. شوفوا الطريقه ديال البنت الصغيره بالتهرنيط، كانت كتضحك واحد الضحك هيستيري بزاف. واش هاد السيده كتخدر عاد كدير الفيديوهات؟ الله اعلم. المهم الضحك ماشي طبيعي. زائد البنت ولات كدير ستوريات على الام ديالها وكتبكي بكاء اللي هو كديال الصح نيت. يعني هاد البنت كيستغلوا ابشع استغلال، كيستغل فيهم هاد الديوتي اللي كتقولوا الاب المثالي وكيحمي هاد البنات، هو كيستغل بناته ابشع استغلال. ما كاينش اكثر من هاد الاستغلال، شوههم، فضح بناته،
كيتعزل بالعرض ديال بناتو بالمؤخرات ديال بناتو، كيخدم بناتو باش يدير البروجيات ديالو هو، باش يعيش واحد الخانزه واحد المتشرده. وجي انا واحد يقول لا الاب المثالي وكيحمي بناتو، راك عارف وانا كيحمي بناتو، يصيفط بناتو يقراو، يبعد بناتو من اليوتيوب، ماشي البنات نهار ما طالما هز يوز في التيك توك وهز يوز في الانستغرام وتقول هذا لا الاب المثالي، لا هذا الاب الديوتي، هذا الاب القواد اللي كيقود بناتو. ومصيفط هذا الجفاف الخانزه، هذا الجفاف ديال السريعه البواله، مصيفطه هي اللي كتنمر على ولاد الخيريه اللي اشرف منه واشرف من الشرف. وبزاف ديال الناس تقاصوا في هذه المساله، بزاف كاين نساء مزوجين بنات خيريه، كاين رجال بوليداتهم، كاين اللي شاد مناصب، بزاف ديال الناس تقاصوا ملي سمعوا قالت هذاك راه غير ولد الخيريه. والله القسم الا بزاف ديال النساء في الجاليه كيبكيو بهذه القضيه، قالك علاش تنمر علينا وعلاش تقول هذه الكلمه ديال ولد الخيريه، كي جا ولد الخيريه ولد الخيريه اشرف منها. وفعلا ما كذبوش، شحال من طبيب ولد الخيريه الحمد لله، عشان ما كاينش الفرق ما بين هذا وهذا، ما كاينش الفرق ما بين هذا وهذا. اشنو ذنب واحد الوليد زاد القراصو في الخيريه او تربى في الخيريه او مؤسسه خيريه؟ كيعطيهم كامل الرعايه والحمد لله، الله يخلينا ملكنا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، اللي كيعطي الدعم الكبير لهاد المؤسسات باش يعتنيو بدوك الاطفال ويخرجوا رجال احرار ويخدموا البلاد، ماشي بحال الكلبه يا المعفونه جاهله ديال الخلاو. بزاف السيدات ضغط بزاف ولات كتمرر شي رسائل خطر، هنا خاص السلطات، خاص الجمعيات، نداء لجميع الجمعيات الحقوقيه انهم يدخلوا على الخط في هاد السيده، بغينا نبحثوا فيها بحكم انها كانت خدامه في حزب الاستقلال وجراو عليها، بحكم ان لقينا عده تهم النصب والاحتيال، زائد انها مشدوده على الخيانه، زائد بيتها مشدوده على الفساد. بغينا نعرفوا هاد السيده لمن كتخدم هاد الشيء، حيت ما يمكنش واحد الانسان عادي غطاوش كتمرر رسائل وتلوح الرايه المغربيه بهذيك الطريقه، ما يمكنش، لا يعقل. لا وحده حنا عرفنا من بحثنا عرفنا ان عائلته وحدين انفصاليين، ان عائلته انفصاليين، تيكريا كتروح الرايه المغربيه بهذيك الطريقه، ما نسمحوش لك الكلبه الخانزه يا العاهره يا بنت العاهره، سمعتيني العاهره يا بنت العاهره، الرايه المغربيه اشرف منك واشرف من قبل جدوك الكلب يا ولاد الخيريه. والناس اللي عايرتيهم بديك الكلام ما كاين عايرتيهم، وانت كاش انا ولد الخيريه وعايرتي عايشه الروباله وانت كاش ما كيسعاش بامو، وانت كاش ماشي ديوتي بحال داك اللي مزوجه بيه اللي كيمارس معاك المحرمات من الخلف، حيت الخنز كيمشي لبلاصه الخنز، هو خانز كيمشي لبلاصه ديال الخنز، وانت حيت خانزه كتعطي البلاصه الخانزه. داكشي علاش طلعتي وقلتي عندي غوز، حيت ما كتعطيش الدق بزاف، حيت كتعطي المؤخره بزاف يا الكلبه يا الخانزه. شوف من القدام العاصير وما غنسكتوش على هذه القضيه، تنشوفوك ما غتوصلي الخانزه للدوده انت وداك الشماته اللي مجوجه به. لايكات اخوتي والتعاليق والبارطاج فضلا وليس امرا.